اسقاط الاسد بنظامه ومشاكله شرط فوق تفوق. طبعا في كثير عم نشوف هلا تدعي العالم عداله تصالحيه، عداله انتقاليه، البهلومه كلياته تحت مبدا خلص كلياتنا شربنا من دم بعض، يعني سوا الجلاد ما بده. العمل على فضح جرائم نظام الاسد بحق السوريين، وذلك من خلال اقامه المظاهرات والوقفات الاحتجاجيه وارسال رسائل وايميلات لسفراء الدول الكبرى والفاعله بالملف السوري والمتواجده في النمسا لمناصره الشعب السوري المظلوم ودعم قضيته وثقته. تقديم خدمات السوريين الجدد في النمسا ومساعدتهم في تسيير معاملاتهم الحكوميه والاخذ بيدهم في طريق الاندماج في دوله النمسا سواء في مجال تعلم اللغه او العمل. مشاهدي انفوغراد نحييكم اينما كنتم واهلا بكم. نحن هنا اليوم في الاجتماع الاول لجمعيه الجاليه السوريه الحره في النمسا. نشهد اليوم انطلاق هذه الجمعيه، سنتعرف في التقرير على النظام الداخلي للجمعيه وطريقه الانتساب، كما اننا سنشهد واياكم انتخاب اعضاء الهيئه الاداريه لهذه الجمعيه. هدف الجمعيه هو اندماج الشباب السوري الحر بالمجتمع، كيف بدهم يفوتوا على سوق العمل، كيف بدهم يفهموا النظام الداخلي للبلد، يفهموا القوانين، وبدنا يعني حابين نعمل مظاهرات بشكل حضاري باللغة الألمانية مشان نوجه رسالة للمجتمع النمساوي إنه ثورتنا ثورة حضارية، ما لنا ثورة إرهابية، ثورة ضد الدكتاتور بشار الأسد، للديمقراطية وللحرية ولجميع فئات السوريين بدون استثناء بغض النظر عن الدين، الهوية، العرق. همي الوحيد هلا يا ريت انه نقدر نتحد نسمع صوتنا على الغرب، لانه هذا اهم شغله. وبعدين موضوع المعتقلين انا جدا بهمني، وانا جايه لهون نائبه دكتور مروان خوري، هو بالمانيا وهو رئيس تكتل السوريين، وأكيد بنحب نتعامل معكم، بس طبعاً إذا الشروط كلياتها بتناسبنا بجميع. نحن هدفنا الوحيد توحيد سوريا وتوحيد الشعب السوري. أول شيء نحن نلقي مسودة النظام الداخلي، نتناقش نحن الشباب إذا في أي تعديل، في أي شيء إضافات، وننتخب بهيئة الإدارية اللي رح تكون المخولة لتسيير أعمال الجمعية. طبعاً رح كمان نحكي بموضوع إنه حكوا الشباب يمكن موضوع الخدمة تبع الجمعية، بنحتاج نعمل جروبات كل مثلا عندنا موضوع الترجمة، خصوصا الشباب الجايين قادمين من جد، يعني عنده قدرة مثلا موضوع الترجمة نعمل جروب صغير، اللي عنده قدرة بتعباية طلبات الدائرات الحكومية كمان نعمل الجروبات كلها ان شاء الله تكون كلها مربوطة بجهة واحدة، ونحاول نساعد الوافدين جدد كلها على مستوى. طبعا نحن املنا هلا يكون مستوى السوريين، اذا كان نقدر نطمح للمستوى العربي كلياته ما في مشكلة. الجمعية مو بس بفيينا، هي الجمعية رخصناها نحن على مستوى النمسا ورخصناها كمان على مستوى أوروبا كلياته. يعني في حال نجحت إن شاء الله تنجح معنا الفكرة بفيينا، حنعمل باقي المقاطعات بالنمسا ونتواصل مع أصدقائنا بأوروبا كلياته مشان نعملها كلياته على مستوى أوروبا إن شاء الله. نحن هون كسوريين يعني لازم نعطي فكرة كتير كويسة عن الشعب السوري، الشعب المعطاء، الشعب الحر. الناس اللي اجت لهون كلها كيف بدها تدخل بسوق العمل، كيف لازم تندمج، تتعلم اللغة، تلاقي فرص عمل. الشباب اللي واصلين جدد كيف ممكن نساعدهم؟ احنا جينا جديد على النمسا وبنحب يكون لنا بصمة، نعطي انطباع جيد عن الشعب السوري، عن الشعب اللي طالب بالحرية والكرامة. ونتمنى اي حدا يكون له بصمه بالموضوع هذا بالقوانين، يعني بشكل خاص بفيينا وبالنمسا بشكل عام كل اوروبا. اقل شيء ممكن نقدمه للشعب السوري انه يكون فينا بصمه ايجابيه. لكن اهم هدف هو ايصال صوت الاحرار بالداخل والتنسيق مع الجهات والمنظمات اصحاب القرار، سواء المنظمات السياسيه او منظمات حقوق الانسان، بحيث يكون للجمعيه صوت وتاثير بإيصال صوت السوريين في الداخل. حاولنا جدا أن نساوي جالية سورية نحن في النمسا حرة تؤيد الثورة السورية وتقف مع شعبنا في الداخل. الآن الحمد لله رب العالمين تم هذا الموضوع،
بفضل الأحرار، بفضل الله أكبر على صبر بفضل الأحرار. وهذا أول اجتماع عنا، ونأمل أنه يكون يمشي هذا الوضع في كل أوروبا للجاليات الثانية إن شاء الله. كل من بأورائي محترم أراء الجميع، هذا الأساس تبع الجميع.